إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. صلي على محمد. تبدو في غاية الخطورة مرايد الغاندي كاري. الله 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 الله، أول أهداف الديربي بأقدام كريم. كيا وتوابا وتوابا وتوابا، الأسد يحضر في الديربي. كرة يزيد البكر تتعلى توابا توابا توابا، هذا جنون جنون لا يعقل هنا في القصيم. الأحوال وثلاثة ثلاثة، الله 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 الله، خيار وكرة من اليسار أكسية. الله يا كريم وكورة، الله 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 الله، هذه كرة هدف رابع 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 رابع. الكرة خطيرة، خلاص خلاص خلاص. بانيجا يتقدم الآن، حطها في الجول، يتقدم جول. هل يعلن أول الأهداف؟ أول الأهداف للأهلي. سفيان من دابكة، وسفيان يصوب وباتجاه المرمى وجول. الله، لكن هي فراس، هي فراس يا بريكان. كرة خطيرة ترتد بعد خطر، جول جول. فعلها 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 الوافد الجديد مازن 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 بالدقيقة 52، يعلن تقدم الزوراء بالهدف الأول، بالهدف الأول في الدقيقة 52. مازن فياض بعد ركلية وبعد دربكة وكرة داخل منطقة الجزاء، مازن فياض يعلن تقدم النوارز